طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة قامت باختراق الأجواء العراقية وقامت بعدد من الاستهدافات في الداخل العراقي، وهذا جاء بإعلان رسمي وواضح من قبل وزارة الدفاع التركية، هي التي أوضحت هذه الضربات كما ترون هنا في هذه المقاطع المصورة الرسمية التي نشرتها اليوم من طائرات الدرونز. هذه الطائرة طبعا هي طائرة بيرقدار التركية التي ترونها بهذا الشكل، وهي تقوم بعمليات الاستهداف الداخل العراقي. كان لديها ولديها لا زالت صولات في الحرب الأوكرانية. كذلك كان هنالك حضورا وظهورا من خلال هذا المقطع الخاص بوزارة الدفاع التركية بطائرات F-16، وهي تستهدف تحديدا حزب العمال الكردستاني وعناصر حزب العمال الكردستاني. كذلك اقتحام بهذا الشكل للقوات التركية في الأراضي العراقية، وهي تستهدف مرة ثانية كما تحدثنا حزب العمال الكردستاني بهذا الشكل. وبالتالي وعلى هذا الأساس هذه الاستهدافات ومع هذا الإعلام من قبل وزارة الدفاع التركية هو جاء على عدد من الأمور وعلى عدد من المستويات. واحدة من المستويات هي عدد القتلى أولا بالنسبة لهذا الإعلان، وليس واضحا أين جاء وأين هي المنطقة التي ضربتها بالنسبة للقوات التركية، ليس واضحا، لم يعلنوا، ليس هنالك إحداثيات، ولكن هي تأتي جزءا من العمليات الكبيرة التي يقومون بها، وهي قفل المخلب من أجل إغلاق المنطقة تماما على حزب العمال الكردستاني لكي لا يجد طريقا من أجل اقتحام الأراضي التركية أو القيام عن طريق الأراضي العراقية بعمليات إلى داخل الأراضي التركية. هذه الضربة التي أعلنت عنها تركيا اليوم هي بحسب إعلانها الرسمي أكدت أدت هذه الضربات إلى مقتل 6 من عناصر حزب العمال الكردستاني في العراق البككة بشكل مباشر. وهذه القضية تأتي مثيرة خاصة وأن الأتراك بشكل عام هم أعلنوا قبل هذا الإعلان الذي نتحدث عنه عن عملية مقتل 3 جنود أتراك خلال 24 ساعة، وهذا أوصل عدد القتلى بالنسبة للقوات التركية إلى 8 قتلى بالنسبة للجنود الأتراك منذ بدء هذه العملية التي نتحدث عنها في الداخل العراقي. وهذا التصعيد الذي نراه بين الطرفين من البككة في استهداف الجنود وكذلك من القوات التركية في هذه الاستهدافات هي تأتي أيضا بعد عمليات اغتيال ناجحة جدا قامت بها القوات التركية في داخل الأراضي العراقية وفي عمق الأراضي العراقية في مخمور هنا وكذلك في هذه المنطقة إلا وهي آغ جلر في إحدى القرى طبعا التي تأتي بالقرب من آغ جلر بضربة وبضربات جاءت قبل 9 أيام كما نتحدث. وبالتالي هذه الضربات كانت ناجحة وأعلنت وزارة الدفاع التركية بعد أيام بأنها نجحت من اغتيال قيادات مهمة موجودة في حزب العمال الكردستاني كان لهم دورا في عملية استهدافات منذ التسعينيات من داخل الأراضي العراقية وحتى في الداخل التركي على الحكومة التركية. وعلى هذا الأساس وجدنا اليوم هذه الاشتباكات، وواضح أن القوات التركية تريد إنهاء هذه العملية، وإذا ما انتهت هذه العملية قد يكون الباب مفتوحا إذا ما تمكنت القوات التركية من خلق هذا الحائط الذي ترونه وهو قفل المخلب قد تتوجه مباشرة إلى سنجار، خاصة وأن سنجار على الرغم من أن القوات العراقية قد توجهت واشتبكت مع الفصائل أو الميليشيات التي شكلتها طبعا وشكلها حزب العمال الكردستاني البككة من أجل حماية الأزيديين في فترة تنظيم داعش الإرهابي، إلا أن القوات العراقية توقفت من هذه العمليات. وبالتالي على هذا الأساس لا زال حزب العمال الكردستاني موجودا بعناصره في هذه المنطقة، وهذا ما يفتح بابا بعد هذه العملية أن تكون سنجار فعلا هي الهدف الآخر. هذه العملية المثير بهذا الأمر جعلت تركيا أن تطمح بشكل أكبر أن تحقق نفس هذه المنطقة الآمنة البفر زون أن تحققها مرة ثانية، ولكن ليس في منطقة أخرى غير سوريا، يريد تطبيقها في سوريا بشكل مباشر. وهذا جاء بإعلان مباشر الخميس الماضي من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه الخريطة التي قام برسمها وتحدث عن البفر زون أو المنطقة الآمنة بالاقتراب من هذه الخارطة. سنلاحظ أن هنالك نقاطا مهمة جدا، لاحظ على مسافة وعلى عمق 30 كيلومترا الدخول إلى داخل الأراضي السورية طبعا بهذا الاتجاه، والواضح أنه أيضا عملية السيطرة ستصل إلى الحدود العراقية، أي أن القوات التركية والفصائل المدعومة من قبل تركيا ستكون موجودة بهذه المناطق التي هي طبعا تأتي حدودية مع العراق بهذا الاتجاه. وبالتالي هنالك تغير كبير جدا قادم مع هذه العملية التركية التي نتحدث عنها بهذا الشكل. وبالنسبة لتركيا توقيت الإعلان يأتي مثيرا، هو يأتي بعد عدد من التقارير التي صدرت وبدأت تظهر في 8 مايو بأن القوات الروسية بدأت بالانسحاب من سوريا مثل الريبابليك وولد وغيرها بدأت تنسحب من سوريا من أجل
دعم المعارك التي تجري في أوكرانيا في دونباس وغيرها من الجبهات والتركيز على دونباس. لا تريد تركيا استدعاء المزيد من القوات الخاصة بها، بل استدعاء الجنود الموجودين في سوريا للاستفادة منهم في المعارك هناك. وبعد ذلك بدأت تأتي تقارير وتتحدث أن الروس بدأوا ينسحبون ويسلمون هذه القواعد إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وأنه سيكون هنالك وستكون هنالك اضطرابات في الداخل السوري بحسب هذه التقديرات والتقارير. وهذا ما جعل تركيا أن تفكر أيضا بملء الفراغ، ولا ندع فقط إيران أن تملأ هذا الفراغ الذي نتحدث عنه. وعلى هذا الأساس بالنسبة إلى تركيا، هي تركز والأوساط التركية تركز على عدد من المناطق التي تريد السيطرة عليها. هنا كما تلاحظون هي خارطة سوريا وشمال سوريا تحديدا، والمنطقة والمناطق التي تبدو وهي باللون الأصفر طبعا هي مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قسد، وكذلك وحدات حماية الشعب الكردية، وأيضا قوات التحالف الدولي تتواجد في هذه المنطقة. باللون الأحمر هي مناطق سيطرة قوات النظام السوري، وكذلك الفصائل المسلحة الموالية لإيران موجودة في هذه المنطقة. وباللون الأخضر هي مناطق سيطرة الفصائل المدعومة من تركيا، وباللون الأزرق نفس القضية هي الفصائل المدعومة من تركيا، الفصائل السورية التي تعرف أيضا وكانت تعرف بالجيش السوري الحر. وعلى هذا الأساس بالنسبة إلى تركيا وفي ظل هذه التفاصيل، الأوساط التركية بدأت تركز على طبيعة الانسحاب الروسي الذي يأتي في هذه المنطقة في تل رفعت وفي منبج وفي عين العرب كوباني. وعلى هذا الأساس دعونا نسيطر على هذه المناطق وأن نملأ الفراغ الذي تتركه روسيا في هذه المنطقة، خاصة وأن القوات التركية وتركيا بدأت بعملية خلق هذا الحائط العازل أو تحديدا المنطقة الآمنة بشكل أدق. هذه المنطقة وبدأوا بالعمل على هذا الأمر في عام 2016، بدأوا بهذه المنطقة التي ترونها بهذا الاتجاه باللون الأخضر، وهذه المنطقة طبعا بعملية في عام 2016 كما نتحدث هي درع الفرات، وسيطروا ونجحوا بهذه العملية. وبعد ذلك تقدموا في عام 2018 بعملية أخرى وهي غصن الزيتون، وسيطروا على عفرين والمناطق المحيطة لها، وهي تأتي طبعا إلى شمال غرب حلب، وهنا درع الفرات طبعا إلى شمال شرق حلب، غطوا هذه المنطقة. وبعد ذلك في عام 2019 قاموا بعملية كبيرة بهذا الاتجاه وخلقوا هذه المنطقة الزرقاء التي ترونها، التي هي تعتبر طبعا وكانت يطلق على العملية باسم نبع السلام، وسيطروا على هذه المنطقة. وبالتالي هناك خطة كبيرة، وجاءت الفرصة الآن للسيطرة والقيام بالسيطرة على هذه الأمور. وعلى هذا الأساس هذه المناطق هم يبحثون عن السيطرة عليها. دعنا نسيطر على جميع هذه المناطق ونخلق هذا الخط الذي هو طبعا كان ظاهرا بيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالتالي عين عيسى قد تكون هدفا، خاصة وأن هذه المنطقة يأتي فيها طريق يطلق عليه أمفور، هو الذي طبعا يبحثون بالسيطرة عليه وبالسيطرة على هذه المناطق التي نتحدث عنها. ولكن المثير بهذا الأمر، رغم أن الأمور تبدو بأن الأتراك قد انطلقوا أو قد يكونوا على وشك الانطلاق بهذه العملية، إلا أن تركيا حتى هذه اللحظة رغم هذا الإعلان لم ينطلقوا بهذه العمليات بأي شكل من الأشكال رغم كل هذه الإعلانات، وذلك يعود بسبب مصادر من الداخل ومصادر من الخارج ومصادر أجنبية بدأت تتحدث أن تركيا لديها مشاكل، هي تحاول التفاوض مع روسيا ومع الولايات المتحدة الأمريكية لأن هنالك الكثير من الاعتراضات في هذه المسألة. بالنسبة إلى روسيا، على الرغم من أن الأنباء تتحدث عن أنها بدأت تنسحب والأوساط التركية تركز على تل رفعت بأن سيكون هنالك انسحابا، ولكن المثير كانت هنالك مفاجأة من روسيا اليوم تحديدا عندما نتحدث عن اليوم وما جرى، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان وضح بهذا الشكل بأن هنالك مروحيات من الكي اي 52 روسية هي تحلق بالقرب من هذه المنطقة من تل رفعت، وهي تأتي بهذا الشكل وتحلق طبعا من المناطق المحاذية للمناطق من سيطرة الفصائل طبعا المدعومة من تركيا التي نتحدث عنها. وبالتالي واضح جدا هذا التحذير بأن عليكم التوقف وعدم التفكير بالتقدم إلى هذه المنطقة، وبالتالي هذه مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة إلى الأتراك في هذه المنطقة، خاصة وأن المرصد السوري لحقوق الإنسان أيضا أكد أن القوات أو الجيش العربية السوري وكذلك الفصائل المسلحة الموالية لإيران قد تقدموا إلى هذه المنطقة ووصلوا حول تل رفعت، خاصة وأن قوات حماية
أو حماية وحدات حماية الشعب الكردية الموجودة في تل رفعت هي مدعومة من الروس ومدعومة من النظام السوري، وطبعا يدعمهم وتدعمهم بشكل مباشر الفصائل المسلحة الموالية لإيران. اجتمعت بهذه المنطقة راجمات صاروخية، جنود ومقاتلين من أجل مواجهة التقدم التركي في هذه المنطقة. وبالتالي هذه المواجهة ليست سهلة، ليست فقط لمواجهة وحدات حماية الشعب الكردي الذي نتحدث عنه طبعا بكل تأكيد، وأيضا المفاجأة الأخرى بالنسبة لتركيا والقادمة من روسيا أيضا هي تأتي في القامشلي الحدودية طبعا مع تركيا بشكل مباشر. فجأة ظهرت صور وهي نشرت أيضا اليوم للطائرات وهي تجتمع بالنسبة لهذه الطائرات السوخوي SU-34 التي ترونها، ظهرت كذلك المروحيات بهذا الشكل وهي KA-52 التي نتحدث عنها الروسية. طبعا واضح جدا بأن الكلام من خلال هذه الصور بأنها موجودة في مطار القامشلي وبدأت تتواجد بشكل مكثف. المنطقة تأتي بهذا الشكل المربع فقط لنأخذ عددا من العلامات، حتى أن إحدى المروحيات وإحدى اللقطات للقوات الروسية واضح هذا وحرف الزد الخاص بهم والخاص بالعملية التي يجرونها طبعا في أوكرانيا. بالتالي إذا ما أخذنا هذا الحائط أو العازل الذي يأتي بهذا الاتجاه كعلامة وأيضا على هذه المنطقة التي تحدثنا عنها وكأنه الشيب أو الشكل الخاص بها هو يأتي بالشكل المربع لكي نقترب أكثر من هذه المنطقة، وكذلك إذا ما أخذنا هذه اللقطة الأخرى لطائرات SU-34 السوخوي المهمة جدا بأخذ بعين الاعتبار أن هنالك أعمدة بهذا الشكل وهي أعمدة الإضاءة التي ترونها بهذه الطريقة الواضح هنالك عدد منها. هذه هي المنطقة التي تحدثنا عنها التي تقف والتي تبدو بهذا الشكل، وهي في الحقيقة هي تبدو بهذا الشكل والشكل المربع، وأيضا أن هنالك مساحة مفتوحة وعلى ما يبدو أن هنالك طريقا بهذا الاتجاه. على هذا الأساس بأخذ هذه العلامات لكي نتأكد فقط هل هي فعلا هذه الصور قادمة من القامشلي أم أننا أمام تمويه، وبالتالي بالتوجه إلى القمر الصناعية الآن مباشرة إلى القامشلي لنتأكد من طبيعة هذه الأنباء كيف أن روسيا تنسحب والآن فجأة هي موجودة في القامشلي بالهبوط إلى هذه المنطقة التي ترونها طبعا هنا. القامشلي تأتي بهذا الاتجاه فقط لنأخذ صورة أدق بهذا الشكل لكي نعود بهذه الطريقة مرة ثانية، وبالتالي سنلاحظ بأننا هنا في هذه المنطقة إذا ما هبطنا سنلاحظ بأننا هذه المناطق لكي نتعرف عليها شيئا فشيئا. هذه هي الحسكة وطبعا هذه هي منطقة تل تمر وهذه الحدود مع تركيا بهذا الاتجاه وهذه هي القامشلي. لاحظ كيف هي قريبة، هي على التماس تماما مع تركيا بشكل مباشر، وبالتالي بالاقتراب من القامشلي هذه المنطقة المهمة جدا وفي المطار بحسب الأنباء والصور. ودعونا نقترب من هذه المنطقة حسب الشيب والشكل كما تحدثنا من الصور هي تبدو بهذه النقطة وبهذا الاتجاه، وبالتالي بالتوجه إليها مباشرة لنتعرف عليها. سنلاحظ بأننا أمام فعلا نفس العلامات التي نراها هنا، لاحظنا الأعمدة الإضاءة كما تحدثنا، الشكل الخاص بهذه المنطقة، المساحة المفتوحة والطريقة الذي نتحدث عنه بوجود هذه الطائرة بهذا الاتجاه. واضح فعلا أن الصور قادمة من القامشلي، وكذلك إذا ما أخذنا بالاتجاه اليميني قليلا سنلاحظ أن هنالك مروحيات أصلا متوقفة. الصورة هذه هي أقدم حقيقة من الصور التي ظهرت لنا، ولكن هي محطة للمروحيات الروسية التي تتواجد هنا. وكذلك دعونا ألا ننسى هذا الحائط الذي جاء عازلا لهذه المنطقة مع المسافة المفتوحة، وبالتالي فعلا القوات الروسية في ظل هذه الصور في ظل هذه الإحداثيات هي تجمعت في القامشلي في رسالة خطيرة جدا أيها الأتراك لا تحاولوا التقدم إلى هذه المنطقة. وبالتالي طبعا بالتأكيد الأمور لا تبدو سهلة، وتوضح لماذا أن هنالك توقفا وعدم انطلاق حقيقي ورسمي بالنسبة للقوات التركية في هذه العملية الكبيرة المرتقبة التي من المفترض أن تبدأ وأن تتم في أي لحظة. كذلك المفاجأة القادمة من القوات الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية رافضة تماما لهذه العملية لأنها حليف مهم جدا لقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردي، وهي لا تقبل أبدا من الأتراك أن يتقدم. هنالك الكثير من الخلافات وهذه هي واحدة من الخلافات، والقضية التي تجري بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي بدأت ترسل رسائل على مستوى الأرض للأتراك، وهذه القضية قادمة من منطقة قريبة من محافظة الحسكة وهي تل تمر بهذا الاتجاه. فجأة أيضا نشرت طبعا بالنسبة للمرصد السوري لحقوق الإنسان صورا بهذا الشكل الذي تلاحظونه لهذا المقطع. قبل أن نتوجه إلى المقطع يجب أن نأخذ عددا من العلامات لنستفد مما يجري هنا. وطبعا هنا كما نلاحظ بأننا أمام جسر، مما يوضح
بأن هنالك مياه طبعا بهذا الاتجاه، وهذه هي أشجار، وهذا هو مبنى صغير، وهنا أشجار بمسافة بسيطة تأتي أشجارا أخرى بهذا الاتجاه طبعا، وبالتالي هنا منطقة منخفضة ومنطقة مفتوحة كافية جدا أن تعطينا الصورة هل هي موجودة وقادمة من تل تمر أم لا. والصور القادمة هي طبعا نشرت مؤخرا قبل 24 ساعة لقوات التحالف الدولي وهي تتحرك في هذه المنطقة كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في تل تمر. وبالتالي إذا ما ذهبنا مباشرة إلى القمر الصناعي مرة أخرى لنزيد تأكيد هذه المنطقة ولنعرف لماذا هل فعلا القوات التحالف الدولي تتحرك في هذه المنطقة أم أن المساحة مفتوحة طبعا، وبالتالي بالهبوط إلى سوريا بهذا الاتجاه وبالهبوط إلى الشمال السوري المهم إلى الحسكة تحديدا، وبالتالي بالتوقف بهذه المنطقة سنلاحظ بأن هذه هي طبعا الحسكة التي ترونها بهذا الاتجاه، والمنطقة التي نتحدث عنها هي تأتي بهذه المقطة بهذا الاتجاه على مسافة 39 كيلومترا وهي تل تمر، وتل تمر طبعا تبعد ما يقارب 29 كيلومترا، هي من ضمن نطاق العمليات. القوات التركية من المفترض أن تدخل في ظل الخطة التي عرضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأن تكون هي جزءا من مناطق السيطرة بالنسبة للقوات التركية كما هو واضح بالنسبة للخطة الخاصة بهم. وبالتالي دعونا نذهب إلى هذه النقطة، هي نقطة تل تمر المهمة للغاية، ولكي نتأكد من هذه المنطقة بشكل أكبر بالهبوط إلى هذه المنطقة كما ترون وبالهبوط إلى هذا الجسر الذي ترونه أمامكم، فسنلاحظ بأننا فعلا أمام نفس العلامات التي ظهرت في القمر التي ظهرت طبعا في مقطع المرصد السوري لحقوق الإنسان. هذا هو الجسر الذي تحدثنا عنه، فعلا هنا مياه، وهذه هي الأشجار التي تحدثنا عنها مع المبنى مع أو عفوا مو ليس بهذا الاتجاه وإنما هذه هي الأشجار التي تحدثنا عنها، هذا هو المبنى بهذا الشكل، وكذلك هنا أشجار، هذه أشجار أخرى طبعا بهذا الاتجاه، وبالتالي نحن أمام فعلا نفس العلامات، نفس الجسر بهذا الاتجاه، وهذه هي المياه، وهنا طبعا منطقة منخفضة ومساحة مفتوحة بهذا الاتجاه، وبالتالي القوات التحالف الدولي بهذا الرتل هي كانت تتحرك مباشرة إلى تل تمر من دون أي مشكلة، من دون أي عائق لكي تدخل إلى هذه المنطقة، وهذه رسالة أخرى مباشرة إلى تركيا بأن عليك ألا تتقدمي فنحن موجودون. وهنا المشكلة الحقيقية بالنسبة إلى تركيا في ظل هذه العملية، كل هذا يعني بأن تركيا ستكون أمام مواجهات في تل رفعت وستكون أمام صدامات مع الولايات المتحدة الأمريكية بل حتى روسيا إذا ما فكرت الدخول في الوصول إلى هذه المناطق، وبالتالي أصبح من الصعب التفكير بكيفية الوصول إلى هذه المناطق. الأقرب هي عين عرب وعين عيسى ومنبج للتقدم، ولكن لا تبدو ولا يبدو كيف أنها ستتحقق بالنسبة للقوات التركية بالنسبة إلى هذه المناطق التي نتحدث عنها. ولكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس سهلا أبدا، قال وبهذا الشكل واهتمت الصحافة الأمريكية الواشنطن بوست الأمريكية، قال من الممكن بهذا الشكل يوم أمس بأن العملية ممكن أن تنطلق في أي لحظة وعليكم توقع أي شيء في أي دقيقة، وبالنسبة له لن يهم إذا ما كان هنالك اتفاقا أم لم يكن هنالك اتفاقا، وعلى هذا الأساس المنطقة ستكون مشتعلة فعلا، وقد تكون هنالك صدامات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، خاصة أن هنالك مشكلة قديمة متعلقة بمنظومة الأس 400 التي اشتروها من روسيا طبعا في زمن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكانت هنالك العديد من المشاكل في هذا الأمر، وكذلك أن هنالك كتاب أمريكيين مهمين مثل مايكل كراولي وكذلك ستيفن إيرلانغ، هذا طبعا هؤلاء الكتاب من أهم الكتاب الموجودين طبعا على مستوى نيويورك تايمز، ونشروا بهذا الشكل اليوم يتحدثون بأن تركيا أصبحت تسبب اضطرابا إلى حلف الناتو، ليس بسبب العملية التي نتحدث عنها اليوم لا أبدا، بل بسبب أن تركيا تقف كعائقا وكعائق حقيقي في مسألة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو بشكل مباشر، وبالتالي مشكلة ما بعدها مشكلة.